أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن لم تقنع خطوة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لم تقنع قادة الاحتجاجات الذين تمسكوا بالشارع على خلفية تشبثهم بمطلق بإلغاء التعديلات القضائية وليس تأجيلها للدولة البرلمانية المقبلة. واندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى شارع أيلون في فلسطين المحتلة وإغلاقه، واستخدمت الشرطة وسائل تفريق المتظاهرين مثل الخيالة وسيارات المياه العادمة والقنابل الصوتية لمنع المحتجين من الوصول إلى الشارع الرئيس حسب تقارير أعلامية عبرية. في المقابل منحت المعارضة منحت فرصة لنتنياهو لمراجعة التعديلات وقبلت بالدخول في حوار معه، لكنها حذرته من خداعها. أما على الأرض فتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها مدن الضفة وارتكاب مزيد من الجرائم رغم الوعود بالتهدئة خلال شهر رمضان. يشاركنا النقاش إذن في حديث الجزائر الليلة كل من الدكتور محمد مكرم بلغاوي المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس يلتحق بنا عبر سكايب من إسطنبول. مرحبا بكم دكتور، أهلا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير دكتور. أيضا يلتحق بنا الأستاذ علي الأعور الخبير في الشؤون العبرية يلتحق بنا عبر سكايب من القدس. مرحبا بكم أستاذ، أهلا. أهلا وسهلا، تحياتي لكم. نعم أهلا بك. أبدأ معك مباشرة دكتور محمد مكرم بلغاوي، إذن قادة الاحتجاج يرفضون خطوة نتنياهو بتأجيل تبرير التعديلات القضائية إلى شهر جويليا المقبل، ما الذي يعني هذا؟ ببساطة لا يوجد ثقة بين المعسكر اليمين والوسط أو اليسار، لأن هناك خبرة طويلة مع بنيامين نتنياهو، والذي دائما ما كان يقدم نفسه بأنه يعني صانع المعجزات وبأنه الذي سيأخذ إسرائيل إلى ما بعد عقدها الثامن. بنيامين نتنياهو معروف أنه شخص ماكر ومخادع، واليوم لا شك بأنه حياته السياسية هي على المحك، ولذلك هذا التحالف مع اليمين بالنسبة له تحالف وجودي غير مرتبط بمستقبل إسرائيل فقط ولكن بمستقبله السياسي أيضا. وبالتالي التعديلات التي يتم الحديث عنها هي تمثل تغييرا كاملا وانقلابا قانونيا في مجال القضاء، لا يقتصر فقط على تمرير بعض القوانين وإنما يمس تقريبا كل نواحي الدولة وهويتها ومستقبلها. ولا شك أنه هذا كان موضوع خلافي داخل الكيان الصهيوني منذ البداية، وأعتقد أنه الجميع يدرك أنه حديث نتنياهو عن التأجيل هو مسألة كسب وقت فقط، لأنه علاقته مع اليمين وبالذات بن غفير وسموتريتش ستتضرر بشدة إذا تم تأجيل أو التخلي عن هذا التعديل. نعم طيب أستاذ الأعور، هل يمكن أن نقول أن بنيامين نتنياهو فعلا يناور مع قادة المعارضة أم أن هناك شيء يطبخ؟ أسعد الله مساءكم. نعم يبدو بيوم أمس عقب خطاب نتنياهو والكلمة التي أكد فيها بوقف كافة التشريعات أو على الأقل في هذه الجلسة للكريست ونقلها إلى الصيف القادم، بتقديري كان الجمهور الإسرائيلي وخاصة قادة الاحتجاجات كانوا يشكون في ذلك، ولكن النقابات كلها أوقفت الإضراب أو على الأقل علقت الإضراب. ولكن بتقديري أجمعت الصحف الإسرائيلية صباح اليوم بعد الخطوة التي اتخذها عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحاكم واليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث أن وضعوا كافة التشريعات لدى سكرتاريا الكنيست، أي وضعوها على الطاولة من أجل التصويت عليها، بمعنى أنه لم يبقى سوى أثناء وجود الهيئة العامة للكنيست
ربما دعوتها إلى التصويت على جميع القرارات، وهذا يعني أن حتى الكلمة التي أدلى بها نتنياهو ليست لها علاقة بما يحصل في داخل الكنيست، وهذا ما حذر منه أحد ربما قادة الاحتجاجات كوستا بلاك، الذي قال بأن القتال مستمر وأننا لن نتوقف وأن القتال لن يتوقف، بمعنى أنهم الآن بدأوا يوجهون أيضا تحذيرات جديدة إلى نتنياهو. لكن أنا بتقديري أن نتنياهو حتى خلال الكلمة التي أدلى بها يوم أمس، نتنياهو الآن ربما ألحقت به هزيمة سياسية. نتنياهو الآن مهزوم سياسيا في داخل المجتمع الإسرائيلي، وأيضا مهزوم أمنيا، على اعتبار أن قادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية كانوا ضد نتنياهو وضد خطة إصلاح القضاء وضد حكومة نتنياهو، وبالتالي الآن المجتمع الإسرائيلي ما زال منقسم. وأن كلمة نتنياهو يوم أمس ووقف ربما أو تعليق التشريعات وعرضها على الكنيست في الفترة الحالية ونقلها إلى الصيف القادم، أنا بتقديري أن هذه الخطوات لن تغير من الانقسام المجتمعي الموجود في إسرائيل، وربما يأخذ إذا ما استمر نتنياهو في خداع ربما المعارضة، ربما تحدث هناك أمور تصل إلى الحرب الأهلية في داخل إسرائيل. هل ترون أن بنيامين نتنياهو يخدع قادة المعارضة؟ أنا بتقديري من خلال القراءة للمعطيات والواقع الموجود وما قام به أعضاء الكنيست ورئيس سكرتاريا اليمين المتطرف في الكنيست، أنا بتقديري أن نتنياهو بدأت تتكشف أوراقه أكثر فأكثر، حيث أنه ربما أعد خطة لخداع المعارضة وتمرير التشريعات بسرعة كبيرة جدا من خلال التصويت عليها، ولكن بتقديري لم يبقى أمام نتنياهو ربما سوى 3 أيام أو 4 أيام، على اعتبار أن الكنيست سوف تخرج في عطلة بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وبالتالي نعم نتنياهو لديه خطة من أجل خداع المعارضة وتمرير التشريعات بشكل سريع جدا، ولكن قادة الاحتجاجات الآن ربما هم من يقودوا الاحتجاجات وليست المعارضة التي تتفاوض مع نتنياهو. لابيد وغانس يتفاوضون، ولكن قادة الاحتجاجات في الميدان هم من يقررون ما ربما تكون هناك تداعيات لأي خداع أو أي حركة يقوم بها نتنياهو. أنا بتقدير أن الجمهور الإسرائيلي سيبقى في الشارع، الجمهور الإسرائيلي لن يقبل بأي قرار من نتنياهو سوى حفظ كل التشريعات ربما في أرشيف الكنيست. نعم، يلتحق بنا اللحظة كما يشار إلي الدكتور صلاح عبد الهاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، يلتحق بنا من غزة عبر السكايب. مرحبا بكم دكتور، أهلا. أهلا وسهلا بك، وكل عام وأنت بخير وكل أمتنا وشعبنا في الجزائر وأمتنا العربية. طيب مباشرة دكتور صلاح عبد الغاطي، أي تأثير للشارع في مسار الأزمة القائمة اليوم؟ يعني بداية مرة أخرى تحياتي لك ولضيفك الكريم. هناك نعم انتقال من هذه الأزمة من كونها أزمة سياسية إلى أزمة شعبية تعبر عن ذروة الانقسامات الأفقية والعمودية في المجتمع الإسرائيلي والصهيوني، وهذا ناجم عن طبيعة الصراع حول القضية الفلسطينية وحول القضايا المختلفة الداخلية والخارجية، ولكن في جوهرها الصراع العربي الإسرائيلي الذي أرادت الصهيونية الفاشية الدينية حسمه، فأتى على حساب هذا الانقسام وذروته ما بين عدم قبول بين يمين، لأن الصراع يدور الآن بين يمين ويمين فاشي ويمين أكثر تطرفا، وبالتالي الصراع لم يعد بين قوى علمانية وقوى متطرفة كما تحاول البعض أن يصورها. هناك انقسام كبير، ولكن في ذات الوقت هناك إجماع على انتهاك الحقوق الوطنية الفلسطينية وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحد الأدنى كما وردت في قرارات الشرعية الدولية، وهناك تنكر إلى كل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، عدا عن أزمة الديمقراطية التي تتعمق في داخل هذا المجتمع. فلا يمكن بناء مشروع استيطاني استعماري سرطاني ويكون هذا المشروع ديمقراطي أو يستمر في كونه ديمقراطي كما أرادت النخبة الأولى المؤسسة لهذا الكيان الوظيفي في المنطقة، يعني استبقاءه بهذا الشكل. اليوم
هناك انقسام حقيقي، هذا الانقسام سيؤثر وسيستمر أيا كانت مستوى السيناريوهات القائمة، لأن سواء استمر نتنياهو في التهرب بتأجيل الإصلاحات القضائية أو تأجيل إقرار التشريعات في التصليحات القضائية رغم أنه حصل على التحصين لمنصبه وبالتالي هو أمن نفسه نسبيا، أو عارض أو استمر بفرض هذه الإقراء أو الإجراءات أو المشاريع القوانين في داخل الكنيسة محاولة فرضها، أو استمرت حتى محاولات الاتفاق إرهاق المعارضة في مفاوضات شاقة بقصد يعني إضعافها وإضعاف المد الشعبي، ولكن لا. هذا لا يمكن تحققه لأن المعارضة مدركة تماما اليمينية بأن نتنياهو مخادع وأنه غير صادق وبالتالي تريد ليس إلغاء عملية التغيير. نعم. طيب دكتور مكرم، نتنياهو الذي يؤكد الكثير من المراقبين والمحللين بأنه مني بهزيمة سياسية وأمنية أيضا غير مسبوقة، هل حسم خياراته في التعامل مع الأزمة أم لديه أوراق أخرى يريد اللعب بها وكسب بعض الوقت؟ أظن أن نتنياهو خياراته قليلة، هو عمليا من خلال ضمه بن غفير وسموتريتش إلى الحكومة واجه العالم وقسم المجتمع الإسرائيلي في الداخل، فعنده الآن ثلاث مشاكل: مشكلة مرتبطة بشخصه بذاته بالإجراءات القانونية المتصلة بقضايا رشوة وفساد، وهي أكثر من قضية بالمناسبة، ثم بالمجتمع المنقسم وأيضا بالمجتمع الدولي، وعلى رأس المجتمع الدولي الجهات التي عادة ما تؤيد إسرائيل. يعني هناك اليوم عنده مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشكلة مع فرنسا، مشكلة مع بريطانيا، مشكلة مع الدول العربية التي وقع معها اتفاقيات سلام، مشكلة مع الدول التي انخرطت في اتفاقيات أبراهام، فهو محاط بجملة كبيرة من المشاكل. أنا بتقديري أنه نتنياهو سيخرج أسود الوجه من التاريخ الصهيوني عموما، كان دائما يزعم بأنه سينقذ إسرائيل، مخلص إسرائيل، لن يستطيع أن يقوم بشيء، هي مجرد أيام أسابيع على أقصى تقدير أشهر، وسيغادر المشهد السياسي بأسوأ شكل ممكن ولن يترك أي أثر إيجابي خلفه. هل الشارع هو من سيحسم بقاء أو مغادرة بنيامين نتنياهو؟ بدون شك بأنه هو خسر داخليا، لكن المشكلة الأساسية أنه أوجد هذا الشرخ أو عزز الشرخ داخل إسرائيل. نعم. وبالتالي الأزمة لن تنتهي عند هذا الحد، هناك منحنى بل ربما دوامة ما زال الشارع الإسرائيلي في بدايتها، لأنه اليوم في صراع بين اليمين واليسار وبين المتدين وغير والعلماني غير المتدين، وهذا لن ينتهي إلا يعني حتى ينهي طرف الآخر، وقد يتسبب بالفعل بحرب أهلية حقيقية. نعم. قبل الحديث عن الحرب الأهلية ومآلات ما يحدث حاليا داخل مجتمع الكيان الصهيوني، يلتحق بنا الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي عبر الهاتف. مرحبا بكم دكتور رائد. أهلا. مرحبا بكم، مساء الخير. نعم. إذن مباشرة دكتور رائد ناجي، من المستفيد أو الخاسر من ذهاب أو بقاء بنيامين نتنياهو وحكومته وأيضا إجراء انتخابات مبكرة كسيناريو يطرح وبقوة؟ طبعا لا شك، أنا باعتقاد أنه أحد الناس المستفيدين من بقاء نتنياهو هو نتنياهو نفسه بالدرجة. عندهم طبعا هو في النهاية أنه الفتيل الذي سيقمت داخل هذا الكيان هو الدم الفلسطيني، يعني نشعل فتيل الدم الفلسطيني ليهدأ الكيان الداخلي، وأتوقع أن يكون هناك تصعيد أكبر وأكبر وتضييق على الجانب الفلسطيني. طبعا هذا بين قوسين لا ترغبه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عبرت عن ذلك، وقد عبر بايدن نفسه عن قلقه. نعم، عن قلقه. نعم. لماذا؟ لأنه اليوم هم يخشون أن يقودون المنطقة بالتحديد إلى 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 توسيع دائرة تأجيج الصراعات في داخل المنطقة، وهذا ما لا يريد بايدن، خاصة يعني مع التطورات الدولية والصراعات الكبيرة جدا يعني وظهور قوى أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
طبعا هذا طبعا الان يربك حسابات الولايات المتحده الامريكيه، وحتى ان هناك سمعنا اصوات في الكونغرس بدات تستشيط غضبا، يعني بدات تقول ان هذا الكيان اصبح عبا على امريكا، لكن امريكا تريد ان تحتفظ فيه في الفتره الحاليه كحليف لها. سنعود لذلك دكتور رائد الناجي. استاذ علي الاور، هناك من وصف الحرس الوطني بانه ميليشيا مسلحه ستكون تحت سيطره بن غفير مباشره، اي مخاطر لهذا الحرس الوطني أو كما تم إطلاق وصف الميليشيا عليه على الشعب الفلسطيني ونحن نعرف بن غفير ومدى تطرفه؟ نعم، أولا هنا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن على مدى 3 أشهر المظاهرات والاحتجاجات في إسرائيل من جانب المعارضة، هذه المعارضة لم تكن تمثل اليسار وحده، بل كان هناك أيضا أحزاب من اليمين، كانت هناك حزب جدعون سعر وليبرمان وبني جانتس، هذه أحزاب يمين. وبالتالي للعلم أن الملف الفلسطيني لم يكن مطروحا في هذه الاحتجاجات إطلاقا، وكانت هناك قضية واحدة وهي قضية الديمقراطية، على اعتبار أن نتنياهو يريد أن يحول إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى دولة ديكتاتورية، يريد أن يسيطر على المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وبالتالي يستطيع أن يسن أي تشريع يراه مناسبا في الكنيست. ولكن المهم هنا أن أحدى هذه التشريعات سوف تنتقل إلى الشعب الفلسطيني، إلى القضية الفلسطينية، ربما يتم تشريع هناك قانون ربما بضم الضفة الغربية أو ضم أجزاء من الضفة الغربية، على اعتبار أن منطقة سي ما زالت تحت السيادة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقيات أوسلو المشؤومة. وبالتالي أنا بتقدير الحرس الوطني الذي تم تشكيله من قبل بن غفير وهذه الميليشيات كانت ضد الشعب الفلسطيني ولم تكن ضد المتظاهرين، لم يكن بن غفير يفكر بأن هناك ستكون ربما معارضة بهذا الحجم ضد اليمين واليمين المتطرف. هناك معارضة واضحة جدا، انقسام المجتمع الإسرائيلي ووصل إلى حافة ربما الانفجار. هناك المظاهرة التي كانت يوم أمس صباحا كانت حوالي 500,000، وبالتالي لم تكن فقط المظاهرات بل كانت أيضا نقابات العمال، الهستدرود، رؤساء الجامعات، المطارات، الموانئ، كان هناك شلل كامل في إسرائيل. وبالتالي بن غفير لا يشكل عقبة بالنسبة لنتنياهو، للعلم بن غفير هو لا يشكل أي عقبة بالنسبة لنتنياهو، ممكن إرضاؤه بأي منصب بأي ربما زيادة في الموازنة الوزارة التي، ولكن عمليا بن غفير هو لا يملك القرار الأمني، القرار الأمني في يد ربما الإشكنازيم، في يد ربما رئيس الأركان، وربما في يد الشباب. هل تقللون من خطورة الحرس الوطني الذي يقوده هو إتمار بن غفير؟ الحرس الوطني بشكل واضح، وهذا معلوم حتى للمجتمع الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية في إسرائيل، أنه طالب بتسليح المستوطنين فقط من أجل المواجهة الفلسطينيين والسيطرة على الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت الفلسطينية وإخلاء المنازل الفلسطينية من أهلها الفلسطينيين والسيطرة وضم الضفة الغربية. هذه أيديولوجيا اليمين، هذه الأيديولوجيا التي تبناها بن غفير وسموتريتش أكثر من بن غفير. على مستوى الشخصيات، بن غفير هو ربما ملك التيك توك، نتنياهو يستطيع أن يسيطر عليه بأي شيء. بالأمس قدم له $1,000,000 زيادة في ميزانية الوزارة التي يملكها أو التي يرأسها بن غفير، ولكن الخطورة هي في أيديولوجيا سموتريتش التي يحملها وهي الصهيونية الدينية، يريد ضم الضفة الغربية. رأينا بالأمس القريب كيف كان يلقي كلمة في فرنسا وخلفه خرطة إسرائيل الكبرى التي تشمل فلسطين المحتلة والأردن ومن نهر دجلة في العراق إلى حدود سوريا إلى دمشق. وبالتالي هذه الأيديولوجيا التي يحملها سموتريتش وبن غفير، ولكن الآن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع منقسم جدا، حتى خطاب نتنياهو لن يستطيع أن يلملم ربما ما حصل في المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي الآن واضح بين العلمانيين والمتدينين، بين الشرقيين والغربيين، بين الأشكنازيين والسفرديم، وبالتالي الآن هناك خطر كبير وخاصة في داخل المؤسسة الأمنية التي قالت لنتنياهو لا لنتنياهو. نتنياهو الآن ضعيف سياسيا، نتنياهو مني بهزيمة سياسية كبيرة، وربما نشهد في القريب العاجل نهاية نتنياهو من المشهد السياسي في إسرائيل. نعم، طيب دكتور صلاح عبد الغطي، ما هو تعليقكم على ما ورد على لسان الأستاذ علي الأعور، وأي ورقة يمكن أن تلعب من جانب الفلسطينيين؟
الفلسطينيين منذ بداية هذه الحكومة وفشل مسار التسوية كان الأولى بهم هو الالتزام بقرارات الإجماع الوطني وبمقاطعة دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها والتحلل التدريجي من التزامات اتفاق أوسلو والبدء بمسار جاد يقوم على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية على أساس شراكة سياسية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية بهدف وقف حالة التفرد والاستفراد في الساحة الفلسطينية. في المقابل عندما نرى عدونا يقاتل وتظهر هذه المعارضة اتجاه فقط احتجاجا على إصلاحات أو انقلاب على السلطة القضائية، نحن لدينا الرئيس يمسك بالسلطة القضائية ويمسك بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو يتعامل وفق منطق نظام إلهي في الحكم. وللأسف الشديد كل محاولات المعارضة لهذا النظام للأسف الشديد تجمدت، ولأننا تحت الاحتلال ولأننا في مرحلة نضال وطني، وبالتالي الشارع الفلسطيني يوجه جهوده الآن في مواجهة الاحتلال، وإن كان يأمل في عملية إعادة بناء لمؤسسات المنظمة والسلطة على أساس شراكة بما يعني تنفيذ وقدرة أكثر على تعزيز صمود المواطنين وإطلاق مقاومة شاملة، لأنه لا خيار أمام الفلسطينيين في مواجهة هذا الاحتلال الذي لا يعترف بأي من حقوقهم والذي يتعامل على أساس متطرف وفاشي مع الفلسطينيين وفي مواجهة مخططاته، لا خيار إلا مقاومة متدرجة تنتهي إلى انتفاضة ثالثة، وهذا الاستخلاص الأساس. أما حول الانقسامات، نعم ستستمر هذه الانقسامات الأفقية والعمودية في هذا المشروع الصهيوني الاستيطاني السرطاني في هذه المنطقة، ويجب أن نوظف ذلك في إظهار حقيقة هذه الدولة للأسف الاستعمارية الكولونية العنصرية وفي مطالبة العالم بمحاصرتها ومقاطعتها، فإذا كانت لا تقبل ذاتها فما بالك بقبول الفلسطيني الذي تحتل وتستعمره. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أن يدرك خطورة ما تفعل هذا الأمر، ويجب أن نوظف أيضا الفرص التي تتيح هذه الأزمة والتغيرات الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لكم الدكتور صلاح عبد الغاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كنت معنا من غزة. وأيضا أشكر الأستاذ غالي الأغور الخبير في الشؤون العبرية، كنتم معنا عبر سكايب من غزة. وأشكرك أيضا الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي، كنتم معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم جميعا. إذا مشاهدينا الكرام، ختام هذا الغد من برنامج حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير، في أمان. إلى